ربنا بيدينا رزق وبتاع ويحنن علينا ربنا وبروح العصر كل يوم. ما انا فرش اول واحد في الترجمان، اول واحد فرش في الترجمان. ما اللي بعت جوز بعت اثنين ما بروحش بيه. بعد امبارح او امبارح ما بعتش والله، بس والله العظيم ما بعت ولا جوز امبارح. النهارده بعت جوز ب 15 جنيه في 2 جنيه ونص. شوف بصرف كام؟ بصرف 30 جنيه يوميا. انت بتعرف بيت مصروف 50 جنيه يوميا وانا مصروف وجار وميه ونور وبتاع، مفيش رزق خالص، مفيش رزق خالص. ترجمان مش هقول لك مفيش رجل بتخش، مفيش حد بيشتغل عشان حد يجي، مفيش حد بيجي هنا عشان يشتغل نهائي. دلوقتي جابونا في مكان احنا بقالنا بالظبط 22 يوم ولا 20 يوم مفيش جنيه دخل جيبنا، والله العظيم مفيش جنيه دخل جيبنا. بيقولوا دولة مؤسسات، والله العظيم المنظر اللي احنا فيه ده يا عمي حاجة تكسف. دولة مؤسسات، دولة عريقة، دولة كبيرة، مش حكومة لها اسم على مستوى الشرق الأوسط مش عارفة تحل مشكلة البيع. دي حاجة تكسب بجد. دلوقتي أنا بقالي 20 يوم ما بعتش حاجة، ورزق يوم بيوم، يعني هم فاهمين. مفيش زبائن.